هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. في البيت ازعاج زي الزحمه في الشارع، علي جاله ارتجاج بوداني ما بقتش سامع. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه. محسوبه بالدقيقه والثانيه، وقتنا ما صفصف حاجه تانيه. صفصف. تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحاية. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه مالك يا صفصف؟ زعلانة ليه كده بعد ما معقولة نزلت؟ صفصف نعم. هو هيكون جعفر مات يا حبيبي؟ يا حبيبي يا جعفر. لا لا، بس ما تعيطش ولا بتاع، الموضوع أكبر من كده يا حاتم. دي معقولة بتكلمني عن أختها اللي في البلد؟ مال أختها اللي في البلد؟ صفصف إيه؟ ما تلفيش وتدوري عليا، تعالي لي دغري. الله يخلي جعفر مات. صح جعفر مات. أو بعدين فيك بقى، بعدين يا حاتم. يا سيدي أنا مالي ومال جعفر؟ أخت معقولة ظروفها صعبة، عندها بنت بتجهزها علشان فرحها قريب، وعندها ابن مريض محتاج علاج، وهي على باب الله بتكسب يوم بيومه، مش محوش حاجة خالص. مقولك يا صفصف، كل واحد فينا محوش مبلغ يطلع جزء منه للست دي. أنا جزء وانت جزء والجيران جزء ومعقولة وجعفر كمان كل واحد فيهم جزء. كان لازم أخت معقولة دي برضه يكون معاها تحويشة لظرف زي ده. ده حاجة غريبة جدا. تحويشة؟ والله فكرة. هروح اشوف مين. ازيك يا صفصف يا بنتي؟ الحمد لله. الظاهر ان شباب اليومين دول مش قد المسؤوليه. مالك يا طنط اشكي ناس؟ زعلانه ليه؟ ومين هم الشباب دول؟ اقصد جوزي شكيب. جده شكيب. انكل شكيب. جده انكل شكيب ده هو بقى شباب. ده انكل شكيب ده دفعه الخديوي اسماعيل. ماله بس انكل شكيب مزعلك ليه؟ افتح الباب يا حاتم. مين؟ جدو شكيب؟ عم الشباب. ازيك يا جدو شكيب؟ انت اشكيناز مراتي؟ لا انا اختها. اشكيناز مراتك يا عم؟ مالك بس يا انكل شكيب؟ يا جماعة ده مش عارف مين مراته فينا ولا شايفها اصلا، هيزعلها ازاي بس. اهلا اهلا انكل شكيب. تعال اتفضل حضرتك، استريح الاول ونشرب عصير وبعدين نتفاهم ونحل المشكلة. عم شكيب. العصير خلص. انت كده بتقرقش الازاز بتاع الكوبايه. لسه باقي حبه عصير صغننين في كوبايه. سوري معلش يا اونكل، معلش يا اونكل. اصل حاتم خايف على صحه حضرتك. لا انا خايف على الكوبايه هياكلها. ممكن تسكت بقى؟ علشان عايزين نسمع المشكله ونحلها. اتفضل حضرتك. البي ابن الاصول بيعلي صوته عليا، بيزعقلي. بيزعقلك ايه؟
وقدر ياخد نفسه لما هيزعق. ليه كده يا أنكل شكيب؟ ليه تزعق لطنط إشكناز؟ هقول لكم كل حاجة، لأنها مسرفة بجد؟ مبذرة. لا يا راجل، إيديها فرطة كمان؟ طبعا. تخيلوا أديها جنيه بحال مصروف للبيت، تقوم المبذرة دي تصرف الجنيه بحاله في أسبوع بس. لا 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 لا، أنت كده بتظلمني. عشان تعرف إنك ظالم وبتتجن عليا، أنا ما صرفتش الجنيه كله، أنا صرفت 80 قرش بس. يا مدبرة. والله برافو. الله عليك. صرفت 80 قرش في إيه؟ 80 قرش في إيه؟ تلاقيها عدت في إشارة، اديتهم لواحد بيشحط في الإشارة صفصف. نعم. بقول لك إيه، أنا هيحصل لي خبلان، اللي بسمعه ده حقيقي؟ ولا أنتِ مشغلة فيلم عربي قديم بس الذكاء الاصطناعي مخليه متجسد حوالينا؟ بقول لك إيه، أنت تقعد ساكت خالص. أنتِ زيت أنا حطاق. أنا ملصمة صواميل مخي أنا بالعافية. ياما قلت لها يا اشكناز يا حياتي، لازم نحوش طبعا عشان المستقبل، نلم ايدينا. شاطر يا استاذ حازم. حاتم مش فارقه يا ولدي، مش فارقه، محدش ضامن غدر الزمن. قلت لها نعمل زي اختي قوت القلوب. اختك الكبيره؟ اختي الكبيره قوت القلوب. هانم اسمها حلوه قوي. اللي حوشت اختي كام؟ حوشت 11 جنيه. لا يا راجل. شفت يا حاتم بيه؟ ايوه. حوشتهم في قد ايه؟ اختي حوشت 11 جنيه بحالهم. برافو. ده مبلغ عالي ومش بطل معانا. بقول لك ايه، انا انصح اختك تروح بال 11 جنيه دول تبني قناطر خيريه. انت بتعاينني باختك يا شكيب؟ هي حصلت؟ لا 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 لا، هو ما يقصدش والله يا طنط، والله ما يقصد. وبعدين اخت اونكل شكيب ماتت قبل ثورة 19 باسبوعين. لا انا بفكركوا بس. لا يا صمصم، قوت القلوب ماتت. والله لا حول ولا قوة الا بالله. وال 11 جنيه راحوا فين؟ الله يرحمها بقى. يلا يا أنكل، يلا يا أنكل، اغزي الشيطان وقوم صالح طنط أشكناز وراضيها كده بكلمتين. انت كلامك حلو. حاضر يا صفصف، حاضر. أشكناز يا حياتي، حقك علي يا عمري. شيطان ودخل بينا. انت عارفة بقى توشي الشباب. لا 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 لا, لا يا شكيب، انت عارف انا لسه صغيرة ودلوعة وعصبي مرهفة. ايدي كابوسها. ما ده اخرك، ده اخرك والله يا انكل شكيب. لا حول ولا قوة الا بالله. صفصف، بقول لك ايه، انهي المهزلة التاريخية دي والا هقوم اعمل ثورة 20 مش ثورة 19. وحياتك انا اللي ههج. انا لازم انزل بلد معقولة حالا علشان موضوع اختها. سيبهم بقى هما الاتنين الشباب دول لوحدهم، ويلا ادخل اوضتك وانا هاخد معقولة واروح لاختها. ده اسيبهم لوحدهم ازاي؟ افرضي ايه عيب بقى. شكيب، فاكرة يا اشكناز يا حبيبتي اول يوم شفتك فيه؟ لا 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 لا، كفاية. حد برضو ينسى يوم مسبحة القلعة؟ علشان كده كل احلامي فيها ناس من غير رقبة. صف، هما دول الاتنين اللي نجيوا من مسبحة القلعة؟ الحمد لله على سلامتك يا صف. حليتي مشكلة اخت معقولة؟ الحمد لله. وبدأت الدورات التدريبية. دورات تدريبية بتاعت ايه؟ دورات تدريبية في المجلس القومي للمرأة، دورات برنامج تحويشة. برنامج تحويشة ده بقى هيساعدها تجهز بنتها وتعالج ابنها؟ طبعا، تحويشة بيساعد الستات على الادخار، وبيعلمهم كمان ازاي يحلوا ازماتهم المالية. رحت لقيت ستات بسيطة كتير في البرنامج، وفي ستات خلصوا الدورة واستفادوا وحلوا ازماتهم المالية كلها. الله، ده حلو قوي برنامج تحويشة ده. ما بيعلموش الرجال عشان يعرفوا يحوشوا؟ اشوف. كنتم مع يوميات صفصف.
النجمة صفاء أبو السعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار انت لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تشوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلوة، أنا ناقصلي حاجات. شخلي جيبك يا حلوة، أنا عندي عزومات. شخلي جيبك يا حلوة، أنا ناقصلي حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية، وقتنا ما صفصف حاجة تانية، وقتنا ما صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. يوميات صفصف، موسيقى والحان سيد الشاعر، توزيع شريف حمدان، هندسه صوتيه محمد شعبان. يوميات صفصف، تاليف احمد القصبي، اخراج تامر شحاته. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.